Te o maluma fi rasincare, rasincare, rasincare. Brașii avem un vas mare, că ne cât suc barragare. Dacă o maluma fi rasincare, rasincare. Ambiance tima mehbule, hai, șile bile șile melmume. علي 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 الصوت كلها هوني ثقافوت كي شبكة العنكبوت جوجل جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوجل هاي برانشي إيا فمو باسو ماري كانك السوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برانشي إيا فمو باسو ماري كانك السوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا, هذه حلقة جديدة من راسين كاري. خمسة للسبعة يا فام راسين كاري سامي بن نور, هذه راسين كاري على يا فام. شكرا لوفائكم لينا, مرحبا بكم. اليوم الاثنين بداية الأسبوع, إن شاء الله تكون بداية الأسبوع نشيطة ليكم الكل, إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. مين يوصلكم صوتنا؟ هذه راسين كاري لليوم, تتفاعلوا معنا ديما على الباش فيسبوك يا فام, وكذلك تسمعونا وتشوفونا على يا فام تي في كالعادة. جروب جديد متجدد ليكم باش نعديو مع بعضنا ان شاء الله ساعتين من الإفادة والإمتاع, هذا هدفنا. ها يزيروا يتكلموا انترو يعني وفات الاوف تاع الاونرا اون اير. يلا رقم واحد جميلة الشيحي, سهلا سلم على الناس اللي تسمع فينا الكل, ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. بوسه كبيره سيسر روحكم. والله الحقيقه انت عربي سمعت خبر اثر فيا شويه, اثر فيا برشا مش شويه, ابا نهز في روحي هكاك معني شجع في روحي. ام اسكندر بن سليمان مدير التصوير, الله يرحمه, سكونت وفا مدير التصوير, شوف لي حل اليوم دونك ترحموا عليه ربي يرحمه وينعمه. قديش كان سامباتيك, قديش كان طيب فنان ارتيست معناها, الله يرحمه, فريمون اخلاق عاليه شويه كبيره دونك وي. ربي ربي صبر عليه. لا خلي عنده خضر تريتو, مازال خضر تريتو, مازال خضر تريتو, الله يرحمه. يلا رقم اثنين عم ستر عميمو. بداية الأسبوع إن شاء الله تكون موفقة يا ربي, وإن كان هكا الواحد يحس حس كنت مدعى بتعرفه من الكلية هكا وتحسه أنه تعرف القريء العبد اللي تعرفه يظلك إتغنال. طبعا سمعت الأخبار معنا بالحق تقول يا المتحق بالطبيعة والحمد لله وكذا يلا رقم ثلاثة إبراهيم الطيب. السلام عليكم المتحق وي لما عبسة الله يرحمه اسكندر. سيفري كلمتك انا عجبتني, وقت اللي تعرف حد انسان تقول لي ايترنال ما تنجمش, معناها مش ممكن واحد تقريب لك هكا تعرفه مليح وكل يتوفى. دونك اذا كان المتحق هو الحق الله يرحمه وي ربي يرحمه وينعم. وتحيه للمستمعات المستمعين ان شاء الله وقيت باهي وان شاء الله وي ان شاء الله حصه ممتازه. باش نبداوها ساعه اذا كان الناس حاضره ب اي اف ام انفو ترافيك. رجعنا في راسين كاري. عندي اقتراح سي سامي لو كان تفضل. يلا نعرف قلبك طيب ومفتوح للاقتراحات. نقترح كان منه هكا الناس ما عادش تدخل بتليفوناتها للتليفونات خاطر شكون من الناس الكرونيكور معناها الناس الكل ماذا بيا خاطر شيء خوف تو من هنا من نواحي كل. نقول لك صباح الخير تسجلني دونك بينا عارف بعضنا لا لا تصورش احنا ما عندناش هاو في بعضهم يسجلوا في بعضهم هذاك مهوبه مش احنا تعرفش هذا تعرفش على الدنيا لاكتواليتي اللي عايشك انا عطيت اقتراح على التليفونات والله اسمع حتى ميكرو لو ممكن اليوم بالحق حتى تحكي سياسة سوا ديزون بور فير لاكتواليتي سو ني بلو سو ني بلو انتريسون سو ني بلو ان سوجي فريمون. يا ريت البرامج السياسية الكل ما قلت انفاطت الحكاية انفاطت الإذاعات والقنوات حتى كل الحاجات تتحسن بتدرك هيك إذا كان تنقص المتابعة ممكن الحاجات تتحسن بتدرك مش ممكن. لا هو جي انت برايم تايم وتلوح له برنامج سياسي مع الكورونا والكل بليزي باش يتفرج. خلينا في الدرايف تايم في حاجه كيما راسين كاري هكا. وي شنو هي الحرب اللي سقطوا فيها تقريبا 600 الف قتيل؟ اليوم تمر الذكرى في لين ذا بلانكس.
اليوم شنو في الايام ربي؟ اليوم في الايام يا عبد ستار 15 مارس وضيع البوصله الحق ما يكذبش عليك. ذكرى 100 شنو هي الحرب اللي سقطوا فيها تقريبا 600 الف قتيل؟ حرب اوروبيه؟ لا لا حرب عربيه في العالم العربي. خليج الجزائر؟ لا لا هي اجد من هك. جديده حرب الكويت والعراق؟ لا, لا. سوريا؟ هي حرب سوريا. اليوم تمر الذكرى العاشرة على انطلاق الحرب في سوريا. الأرقام كارثية تحكي على 594 ألف شخص ماتوا في العشر سنين الأخرى, منهم أكثر من 22 ألف طفل, بخلاف اللاجئين اللي عددهم يقلش على 7 ملايين لاجئ حسب الأمين العام للأمم المتحدة. فما 60% من السوريين تحت خط الفقر ومهددين بخطر الجوع. سوريا اللي هي حضارة كبيرة وتاريخ كبير, واللي معناها كي دخلت في السنوات هذيا نتاع الحرب كان فما تدخلات عديدة في سوريا خلى الحاجات تزيد تولي كومبليكي أكثر. وقت اللي تمشي البلاد كيما سوريا, أنا زرتها قبل الحرب, تتذكر المعمار والاركيتكتور والحضاره الكبيره والفينه مع التعانيس والشعب نتاعها المضيف دونك تتخيلها بعد الحرب تصويرها كيفاش كيفاش مالوغوز. هي الحرب ديما مالوغوز, لكن سورتو كونت يساجي من بلاد هكا تعرف انه فيها تاريخ كبير وفيها حضاره كبيره. هي المشكله ان الارض هذيك الجهه هذيك والانسان ما عندوش ثمن يعني بلا وسورتو الاطفال. اما الارض هذيك المعروف عليها انها فيها موزايك دو كولتور, معناها فما برشا ثقافات مختلفة اعراق مختلفة, اثرات التاريخ وتلموا ولقاو معناها فينالمون لقاو كومبرومي كيفاش باش يتعايشوا, معناها قداش من 100 سنة وهما متعايشين, واحد يطيح للاخر ولاقين طريقة العيش. وتجيها الحرب هذيا فسدت كل شيء, ولو كل واحد وكل جماعة يقويوا في جماعة أخرين ولا يحمشوا فيهم ويلطيف. قديش من أنا نتذكر مشينا مهرجان مسرحي في حلب وبعد العرض المسرحي صدقني إمام نتاع جامع يناقش في العرض يناقش بعد قالونا غاديك زملائنا راهو هذاك إمام نتاع جامع. هذوما الحاجتين. والحاجة الثانية أنه في زيارات الأصدقاء في ديارهم ماكلتهم طبيعتهم طريقة استقبالهم الضيافة نتاعهم كان ما يقولكش راني أنا مثلا مسيحي ما تعرفش ما تفيقش. أكيد الحاجتين هذوما قعدوا لي بالحق في الذاكرة. قديش من حرب تعديت على سوريا؟ برشا. إذا كان مش ناخذ بلاد الشام ما تنساوش أكبر حاجة أكبر كارثة جاتها هي التعدية نتاع المغول. المغول كي عدوا منها ودقدقوا الدنيا, معناها دقدقوا الدنيا ولكن دقدقوا الدنيا في ثنية وبغداد معناها ردوها جيو ريجو. كي خلطوا لدمشق بدلوا كومبليتمون. وهذا ديما يقولوها أهلنا معنا أهل الشام, يقولوا الشاميات غلبوا المغول مش الجيوش غلبت المغول. يقولها بتفضليك يقولوا انه فغلبوهم بفيانتهم بكلامهم اسلحه الفيه. الجمال الدائم فوالا جوستومون. فكانوا يستناو انهم باش يدمروا دمشق كما دمروا بغداد, لكن تيمور لانك لا استقر في دمشق وخذها عاصمه والدوله بيدها بدلت ديانتها اصلا وبدلت ودخلت في بوتقه الحضاره وتقابلوا غاديك مع عبد الرحمن بن خلدون معناها الامور تبدلت معناها في الشام لان بالحق الشام قتلوهم بالقدر بالفيان كان تاعهم. يلا احنا كنا اربعه في الاكيب ولينا خمسه, ثلاثه مع واحد كرونيكور مع واحد انيماتوري ولي خمسه, والواحد اللي خلط الاخر هو انس بن مالك. حلو مرحبا ناس كل مرحبا بك ناس بن مالك. نعتذر على التاخير اللي خارج عن نطاقي. البس الالوان المميزه للعلم التونسي. العلم يحيى العلم هذا معناتها واحد. فنهار العلم صار لي طرقه صغير ولا بيت. طيب صافا 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 انتم لاباس دار لاباس صافا صافا. شنو هي اكثر مجال ازدهر وتوفرت فيه اكثر فرص عمل في الولايات المتحده في ظل انتشار الكورونا؟ نعرف الولايات المتحده هي اكبر دوله متضرره من الكوفيد. التوزيع ديستريبيسيون توزيع الماكولات الماكله فوالا مجال التوصيل للمنازل.
انا جو بونس كو في العالم كامل. اي في العالم كامل. لا في تونس. لا في تونس. لا في تونس زاد عبد الستار. زاد شويه. لا اما ما فهمي مش عمل معناها. لا لا مش حاجه كاللي. مش حكايه اللي دخلت في. بس خاطر احنا لافونت اون ليني ديجا معناها زيرو فيغول. فوالا. اون بلوس وقت الواحد وقت الكونفينمون المجتمع المدني هو اللي خدم برشا معناها مشاو دقوا على الجار وصلوا الماكله مي سيتي دي بينيفولا مش خدمه ماهيش. لكن هوني خدمة. يعني كي ترى انه مثلا امازون شيفر دافير نتاعو طلع تفهم شو معناها انه شو معناها مجال يزدهر وقت اللي صار اول اشهر نتاع الكوفيد 19 حتى لليوم ديجا في تونس التوصيل للدار هو الاستثناء شويه زي ففي دول في العالم مثلا في دول الخليج التوصيل الديليفري حاجه عاديه جدا مش عاديه هو يقضي في هو القاعده اي هو يقضي من السوبر مارشي ويجيبوا له قضيه بالتليفون تك 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 في مصر زاد اي في مصر حاجه تدوخ لازم تشوف الامارات معناتها باش تاخذ اي حاجه صغيره راهو ديليفري ما باش تاكل يجيبوك للدار ديليفري هذيك القاعده في احنا العكس عطار باش تحدد حوايج الحقيقه ماستا كيما تهبطش انت بروحك هكا وتقضي لا هو مش ديما وتبيع وتشري لا ديما لازم تشوف الخليج ديما في الخليج سامحني تنجم انت يكون عندك ريتوال تمشي تقضي تو ولكن مره اخي احتجت ماخر حاجه وفات عليك نسيتها اي مره بعد قضيت اما توا اللي بيقولوا انس عند جماعه الخليج في الحراره نتاع القاعده ديما هو لو كان يحلوا لي برودوي الكل لانهم يكونوا ديليفري لما تشوف الشيخ كيفاش ممكن اما اكيد فما دي برودوي ما نجموش يعملوا لهم ديليفري رغم اللي اصحاب المشاريع عانوا بسبب انتشار فيروس كورونا 2020 ام فما مجالات توفرت فيها فرص عمل اكثر من قبل برشا خاصه في الولايات المتحده الامريكيه وهذا حسب الدراسات اللي تعملت بعد سنه من بدايه انتشار الكوفيد اكثر مجال وفر فرص عمل هو مجال التوصيل المنازل وفي المركز الثاني في الولايات المتحده زاد الفارماسوتيك المنزل الثاني لا لي برودوي فارماسوتيك ولا حاجه هكا وكيفاش منزل ثاني قريب عبد الستار معناها تو سكي قريب مرتبط بالصحه النظافه والتعقيم قديش اقل درجه حراره شهدتها الكره الارضيه؟ اقل اي ادنى درجات الحراره في التاريخ الا 60 الا 67 فين؟ في الانتاركتيك في الانتاركتيك الا 89 89.2 اي 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 في 21 جويليا تي 90 21 جويليا مصرف 21 جويليا من سنة 1983 في محطة فوستوك في روسيا أدنى درجات الحرارة أدنى درجات الحرارة ساعة بعيد البلاصة هذه المحطة أي المحطة أي بتاتر مي بون شوفي شوفي المحطة فيها أدنى درجات حرارة شفتها لا انا شفتها حضرت على موان 11 داير قعد جمعه ما خرجتش معناها قعد جمعه في ارمينيا في تونس في تونس مع اقصى مريت كل شيء موان تاريخيا في تونس ما عادش تاريخيا ما عادش اما انا حضرت على موان 3 تدخل فما اكثر ثقافه الاعلى درجات الحراره اعلى درجات الحراره اما الاكثر انخفاضا صعيب موان موان 3 موان 3 في عز فقط في ديسمبر يا عادي موان 3 سا ديفي اتر 81 حاجه هكا تالا كيف لا العاصمه تونس العاصمه وصعونا الى نيج اللي قعدت صار عندي دائره تصويره في دارنا في دار تونس بعد الثمانينات زاد الثمانينات الثمانينات ما فكرش في الثمانينات ما عادش بالضبط 1800 لا 1900 هو مره في ام في حتى في ال 2000 الى نيجي لا مش نيجي ما نيجي قعدت معنا مش خلفك الى نيجي قعدت خاطر في مون 3 وقتها ما تعرف الناس لازم مش تقعد لازم تدخل نتذكر انا الشتي 2005 كان فيه هي مات يعني باردين على الاخر فيها مثل كلش ما تفكرش لا انا باش نحكي على سخانه فما عام جاء وهبطت في فيديفال والفيديفال تعمل منه فيلم ان كور ميتراج داير عملته بنت سميرة الدين سان فيديفال والدنيا سخنت وليو صارت السينما تعباو خاطر صارت السينما فيها ديكليماتيزور خاطر سالة السينما ما تخدمش في الصيف دونك إلا في تيلمون شو اللي توريست في شارع حبيب جاو قاعات السينما ان توكا نحب نذكر حكيت الفيلم نحب نذكر بحاجة مهمة برشا أنه أول مرة في تاريخ السينما التونسية
فيلم يدخل لمنافسات أوسكار أحسن فيلم أجنبي لكوثر بن هنية الرجل الذي باع ظهره دونك سجين فيه اختي بالحق وللسينما التونسية مبروك الحبيب عطية زاد المنتج التونسي نتاع الفيلم وللسينما التونسية فخر لينا حتى المنتج الفرنسي راهو تونسي نديم شيخ روحه اللي هو تونسي وعاش في تونس وبعد مشى للعالم البزنس تي ما باش يقولوا ان فيلم تونيزيان سي بيان هو باش يقولوا تونيزيان خاطر الاوسكار مش باش يقولوا خاطر الاوسكار شنو هي عمليه الاوسكار سي كو سي لو سول بري اللي الدولة هي اللي تقدم سي لو بي كي بريزونت لو كانديدا دونك يا توجور ان سول كانديدا بور لا سيكسيون دي فيلم اترونجي ان سول كانديدا بار باي دونك احنا تونس السنة قدمت اي فوالا دونك فيلم تونسي ان شاء الله مربوحة فوالا ان شاء الله وي ان شاء الله تطلع كاثر بن هنايا وتعيش ان شاء الله ان شاء الله بركة تونيزيا تصير ريبيركسيون على انا بالنسبة لي انا هو اهم حدث منذ الاستقلال صحيح صحيح برافو ليها فريمون فما حديث مهم شويه منذ الاستقلال ثقافي لا لا نحكي لك ثقافي ان تونك احدث وي اهم حدث ثقافي الشعاع اللي باش يعطيك طبعا لا فيزيبيليتي على الانترناسيونال سي تري امبورتون مي هو جو بونس اللي تورني على ليترونجي كله ليترونجي مي بون مش مشكله مش مشكله المهم انه انه تونس ايدي تونس برافو ليها فريمون شكون سجل لا شكون سجل هذا ياسر ساهله تولدت في 22 مين تسمع يا اخي سؤال سهل كي تعطينا سؤال سهل لا هو اللي هو ما نجاوبش قول لي ما نجاوبش ما نجاوبش لا نحبك تجاوب لبس الاحمر هو خليه تولدت في 22 سبتمبر في من سنه 1970 هو لعب كرة قدم يلعب في خطة وسط ميدان لعب مع موناكو أرسنال برشلونة تشيلسي سجل هدف في كأس العالم واحدة من ليزيديسيون انا عام في ليديسيون انا عام باتريك فييرا تحب بالسيف انا بترد باتريك فييرا بين ليديسيون كوب دو موند فرنسا 98 لا مش فييرا هو فرنسي ولكن كنت قريب مش فييرا ما في واحد شكون هو في 98 ديشان فييرا و ديشان ماركيش لا تورام اريير مش واحد لا لا اميليو اميليو دو يوري جوركايف لا كان عنده بوغوسيون اي وشكون اخر بوغوسيون سميتهم كل كان هو بوغوسيون جوركايف ميكو لا على ميكو تيرام لا تيرام ماري دي ان بلون ان بلون تي ان بلون ان بلون ان بلون اي زيت نمساني كريم بنزيما سجل الهدف الثالث في موناكو نهائي كأس العالم ايمانويل بيتي هو ايمانويل بيتي باسكو لو بيتي نسيتو حرام عليك حرام هذه راهو جماعتك العنصريه وكل شيء وين مشي انا ما قلت حتى شيء كهوا مازال 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 يعلق تلقى لا هي ماعادش يكور لا هي ما مازال تراوها اللي يحبوا الكوره سي ان كومونتاتور البطولات الاجنبيه باهي مش خايب بيان دو تون زون تون مريم بالقاضي نتاع الكوره في فرنسا دو تون زون تون يجي يعلق تحيه لزميلتنا مريم يا ما شعره ما عادش هكا كملها كملها تحيه لزميلتنا تحيه لزميلتنا مريم بالقاضي يا ما شبيه ملمومه هكا كيفاش لك وينها باش نرجع خاطر يوم اللي يحبوا على الشعر هذا الاصفر الطويل هذا ناتوريل ناتوريل قص شعره لا كهو العمر يا عبد الله الزازي خير غادي لافي 28 اليوم يعني معلق ممتاز وسمعته قدام مره انا دونك المباراه هذه لعبت كل ذكرى فرنسا ربحت اللقب العالمي الوحيد في تاريخها لا ما عادش الوحيد وقتها سامح لي الثاني الاولاني هذاك الاولاني الاولاني دونك تاريخ كاس العالم هذه المباراه اللي فات ثلاثه اهداف مقابل صفر فوالا زوز اهداف لزيدان وهدف لي ايمانويل بيتي شنو السبب اللي ما خلاش هذا زاد رياضي تناخذوه بعد بي عندنا مستمع عطانا سؤال هو ابي البنا قال من هذا الشخص او من هذا الفنان من ابي محلي من هذا المطرب من مواليد 1926 توفي في اوت 1980 استقر في مدينة ليل الفرنسية وبعد في مارسيليا وأخيرا في باريس موسيقار ومؤلف ومغني من النوع الشعبي كتب أغنية شهيرة بعد صارت لها اون ريبريز كتب على صاحبه اللي حب يهاجر على خاطر يظن الأحوال في بلاد أخرى خير من البلاد نتاعهم
هذاك علاش قال له من هو؟ هو مصنع هو هو ديري 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 اسمه هذاك دوريجين الجزائريين لا هذاك مازال حي 80 مات اي 26 80 حراش هو دحمان حراش فك سيد دحمان سيد حراش يا رايح وين مسافر يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين كيفك قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي انا منها شويه ذولي شحال ضيعت وقات وشحال تصيد ما زال تخلي برشا أنا برشا ما حسبتوش مات في فرنسا ماشي في بالي روح مات في الجزائر توا هذه معلومة لا ما قلناش مات في فرنسا قلت توفي في اوت 1980 داكور لكنه عاش في ليل وبعد مرسي وبعد باريس خاطر في خاطر اللي في بالي في بالي هو روح معناها في اخر حياته روح توفى في الجزائر وكايتي لو بريس باغلي تخوا سوليل ان دو تخوا سوليل ان دو تخوا سوليل يا رايح شيتاها سيرتو لا يرحمه ما في عند الرسول الله يرحمه شيتاها اي جاي غنى في تونس روح مات انا شفته عليه يا لطيف جاي راح في غنى في تونس عمره بعد خمس ايام مات عمره الله يرحمه المتحق اي طبعا وسامحني انا مره شفت شيتاها يقول لي في اكس يغني في الشارع يعني ان كونسير ليبر يعني للناس في فرنسا كانت عنده كمان يافي اون بيريود نجح شعبية كبير كبيرة نجح كبير وكي تعاود غنية وسورتو تاخذها هكا وتغنيها وتولي هي فوندو كوميرس تاعك تولي طقس باهي خاطر يلزمك تقابلوا بالسبت تشوفوا كي يغني شكون قال؟ ما نعرفش كيفاش باش تكون الحرب العالمية الثالثة، أما اللي نعرفه اللي مش باش يقعدوا برشا باش يحضروا على الرابعة. يا لطيف. أنا نعرف مقولة تشبل هك. حاجة تاع تفاؤل. ما نعرفش كيفاش تصير الحرب العالمية الثالثة، أما المؤكد أن الحرب العالمية الرابعة باش تصير بالعصي. أخي با بالعصي تلموه في يخدم تلموه مش يقدر ولي قاعد صاير ماهوش نوع من أنواع الحرب العالمية الثالثة ما نعرفش كيفاش باش تكون الحرب العالمية الثالثة أما اللي نعرفوا اللي مش باش يقعدوا برشا باش يحضروا على الرابعة جو سي با كومون سوغا لا تخوازيام غير مونديال مي جو سي كيو رابو qui aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième, هو Albert Einstein. Allez, j'ai vu belle comme Einstein. أنا خاطر اللي ما خاطر القنبلة الذرية. تعرف اللي أينشتاين كان سبب في مباشر في معناتها المشروع اسمه المشروع شو اسمه هو بروجكت. البروجكت نتاع خاطر 2 مليار دو دولار راهو حطوا عليه 2 مليار دو دولار في الاربعينات في الثلاثينات كان صاحب شغلي شابلان هو كان صاحب اي لا الحكايه شنو سايبو سايبو اللي هاك تحط جورج مايكل انت لك قلت اي بين جورج مايكل شبيه هاي تنحكي لك شبيهم بعد واحد نفلو شبيه صديقي ونحبه انا سميكم وين لدوني لو نو دو مشروع دو بروجيكت دو بروجيكت اي انا ترجمو انا اسمي مالك لي هو كيك اسمه يسابيل با دو بروجيكت لا اسمه لو بروجي دو نسيت شنو هو مانهاتان يظل مانهاتان يظل بروجي دو مانهاتان كان فما عالم من اوروبا الشرقيه مازال كيهاجر لامريكا ويهودي كان كيما بطبيعة ضد النازيين وفتن بالنازيين قاعدين يلوجوا في اليورانيوم في افريقيا وامريكا ما كانتش مهتمه جدا بالقنبله الذريه فيحب يتواصل مع الرئيس الامريكي روزفلت لكن هو عالم مشهور معناتها ما عندوش غنوميه انترناسيونال باش يوصل روزفلت امبوسيبل شكون عنده وقت شكون عنده الرنومي مونديال وتقريبا امريكي كيفه ومن اصل يا اخي يحكي الالمانيه كيفه خاطر هو اصله الماني من السودات من اللي يتكلموا المان يهودي دونك هو اينشتاين مشى قابل اينشتاين وقال له صوره فيها وفيها وفيها ويلزم امريكا هي اول دوله في العالم تتحصل على القنبله الذريه سينو رانا باش نخسروا الحرب العالميه الثانيه كانت تتواصل فاينشتاين هو اللي مشى قابل روزفلت وقال له راهو المخاطر وقنعوا باش يعمل بروجي مانهاتان نتاع القنبله الذريه خاطر تخصيص قلت لك 2 مليار دو دولار في الثلاثينات ابارتير دو لاني 38 كيما نقولوا اليوم 200 مليار دو دولار اضرب في المية
دونك هو اينشتاين كان مش اينشتاين راه ما تعملتش قنبله ذريه في امريكا ولذا حسب الذنب حسب ذنب من بعد اينشتاين لانه يعني يعتبر انه السلاح هذا يمكن يدمر نهار من نهارات الحضاره فقعد يقول في المقولات من النوع هذا. ألبير أينشتاين عاش ما بين 1879 1955 هو أشهر العلماء اللي تتنسب له قاعدة النسبية. ألماني الأصل 21 ربح جائزة نوبل في الفيزياء بفضل ورقة بحثية على التأثير الكهروضوئي. هذا النوبل بتاع ألبير أينشتاين. في القيروان فما لا في أمريكا مش في القيروان. سؤالي هذا في القيروان فما إبراهيم الطايف فما 60 مدرسة محرومة من الماء الضوء من الماء هاي من الضوء والماء وكل شيء في الولاية هي في الولاية القيروان مش مدينة القيروان في القيروان في الولاية, الولاية فما 60 مدرسة محرومة من مدرسين أنا أقول ماء وضوء وكل شيء حماية التواليت فوالا البلاك سانيتير البلاك سانيتير في القيروان فما 60 مدرسة ابتدائية ما فيهاش مجموعة صحية للمعلمين و38 مدرسة ما فيهاش مكتب مدير و19 مدرسة ما فيهاش سياج وفما 168 مدرسة محاطة بسياج جزئي جزئي معناها ما تصدقوش هذا و121 مدرسة مادام قالت جزئي معناها فما قدام فما طريف حيط منه وحيط منه فيها باب فوق منه قوس مكتوب عليه اسم المدرسه وكهو هذيك شفتها تصويرها 121 مدرسه ما فيهاش ملعب رياضي 96 قاعه مغلقه حسب نشريه الدوره العاديه الثالثه للمجلس الجهوي بولايه القيروان حسب نفس المصدر برشا مدارس تفتقد الخدمات الاساسيه كيما الماء الصالح للشراب الارقام تقول انه تتزود 139 مدرسه كهو من جمله 313 تتزود بالماء من عند السوناد 128 مدرسة تاخذ الماء من عند الجمعيات المائية وبخلاف أنه 26 مدرسة تتزود بالماء عن طريق سهريج وسبعة مدارس من أبار فلاحية و12 مدرسة بواسطة ماجل. بالنسبة للانقطاع على الدراسة في الولاية فما 699 تلميذ انقطعوا على الدراسة في السنة الدراسية 2018-2019 يعني 1.03% منهم 438 تلميذ من الذكور فما انقطاع 100 تلميذ منذ السنة الأولى وتتجاوز نسبة الانقطاع المدرسي في السنوات السادسة تعليم أساسي 2% بخلاف أنه فما 13% من التلامذة يعاودوا السنة. هو مبركة في القروان بحث كل مدرسة فما تلقى جامع ولا اثنين أما في جامع دخل هذا فيه مش قول لك شو مدخل خليني نوصل هاي تفضل في الجوامع المساجد الموجودين بحنا المدارس حتى النائية فيهم الماء والضوء قلت مبركة فما المساجد هكاك التلامذة يمشيوا على الأقل فيغ لوغ بوزوا ينجموا يدخلوا في الميزان تاع هذا هي فما سي مالوغ معناها خاطر تخي تخي مالوغ شنو سي مالوغ تعيسة معناها أكبر نسبة نتاع انتحار نتاع الصغيرات موجودة اليوم القروان القروان أفقر ولاية تفقر الولاية معناها رغم اللي كان أنتوكا المعتمديات الفقيرة موجودة في ولايات كيما سيدي بوزيد والقاسرين وغيره أكثر فقرا به إذا كان تاخذ الولايات القروان تلقاها في المراتب الأولى نتاع أكثر الولايات فقرا في تونس أكثر ولاية يعني. فقرا ما عنديش المعلومة ساعة هي أي أكثر فقرا ممكن أكثر ولايات فقرا أكثر ولايات انتحارا لا سيختو فما مناطق فما مناطق معناها أنا مشيت الأرياف القروان زوز ثلاثة أرياف بصراحة الوليد الصغير ولا البناية الصغيرة اللي تمشي تقرا معناها تصور مرة مشيت في الـ في الـ في, الـ في الرونتري معناها نتاع سبتمبر سخانة عرفتك السخانة نتاع الخريف نتاع 40 تمشي تلقاها تمشي وخبابر وتبدا هازة مسكينة دبوزة ماء في يدها خاطر فماش ماء في المدارس واحدة من المدارس مش ما فيهاش من ماء هذا ما فيهاش واكثر ولايه تباع فيها القوارص وي غي اي ممنوع شفتوا هذا معناها شفتوا تلك واكثر ولايه فيها جوامع ومساجد زاد سي اوسي جو دي با ما مالوغو مي سي كوم مي اغلوفي علاقه العلاقه الروحيه الروحانيه بالحياه كل يوم انا نحب نعرف كي ما تتوفرش الظروف الملائمه الكل البناء مدرسة علاش يبنيوا فيها مدرسة أنا عندي جزء من الإجابة لأنه برشا مدارس
موجودة في تونس تبنيت منذ سنوات الستين برش واللي كي تراهم هذاك هو الحال تراهم هما كان معناها كان طارت يبيضوهم ولا يعملوا جهود صغيره معناها يعني تقعد هكاك معناها واذا كان ما فماش راه شوف فما شكون تبرع باش فوالا ما عندكش الحق في تونس باش انك تتبرع بارض والوزارة التربية تاخذ الارض بتاعك تبني عليها مدرسه ما عندكش حق عليه ما عندكش تبرع القانون يمنع انك انت تقول ارضي هذه باش نبني فيها المدرسه والمدرسه تعتمدها الوزاره اذا كان مدرسه خاصه ديك امورك اما اذا كان مدرسه عموميه ما عندكش حق تاخذها من عندك الارض ما عنديش صلاحيات ما عندهم القانون ما يسمحش معقده معناها شفتها مره فما مراه عندها ارض في ريف بنزار تحب تعمل مدرسه لانه مره تبعنا الوليدات الصغار يقوموا الخمسة ونص تاع الصباح يخلطوا الثمانية للمدرسة اقترحت على الوزارة ما خذاوش بعين الاعتبار قالك ما يسمحش القانون انه تعمل هكا انت تحكي على القانون ما هذا انا نتفكر فما حاجة معناها فما حاجة ما تسمحش يزمك ترقى معناها نقطة تلاقي مع الوزارة باش تعمل المدرسة العمومية معناها تجي انا تقول باش نتبرع بذايا وباش نبني المدرسة نعرف انه حاجة تتعطل ممكن القانون ما نعرفش شنو فيه الخفايا نتاعو ولا لي بوان تكنيك اما ماهيش حاجه سهله معناها خاطر نتذكر المراه ذي حبت تبني وما نجمتش مش بروغرامي في الوقت هذاك سامحني اقدم مدرسه في تونس شنيا مدرسه صدقيه وقتاش تبني السور؟ التلاني لا تو تبني تو انا نثبت عليه بلا سور صدقي سور تلاني الكل وتبنيه لدواعي امنيه على خاطر يجيو وقتها المظاهرات و ما انا الصدقيه في قلب العاصمه ما تتفكر علاش المدارس ليه معناتها حتى في تونس المدارس قبل كانت مفتوحه من جميع النواحي وخاصه علميا وفكريا وحدثيا اي ما انس اليوم احنا نحكيو اي ما نحكي لا ميتافور نتاع السور اليوم وتذكرة المدارس احنا نحكيو على مدارس يدخلوا فيها محلالف ويدخلوا فيها مكلاب هو بالمدرسه الصدقيه حاجه توخ معناها اصغر مني اما خلطت على حاجه بعد اما المدرسه الصدقيه وراها كانت فما هفوف اللي هو بينها وبين شارع تسعه افريكا فما هفوف وطابيه ما ينجم يطلع لها حتى حد لقيت فيها كياس لا غير وقتك انت كانت فما خاطر قبل كان العباد تدخل معناتها يكوروا عباد ما يقراوش قبل وقتي انا في الانكس نتاع معناها في التيرا نتاع الانكس ما ينجم يدخل حتى حد خاطر كان فما ديار بعدش هفوف وبعدش طابيه ولذا ما كانوش يدخلوا وقتاش وهذا وقت اللي كانت القصبه مازالت وقت دار الحزب مازالت ما تبنتش دار الحزب انا خلطت انا ريتها شانتي معناها خلطت عليها ارض وريتها شانتي ولذا هذيك حكايه اخرى معناتها المدرسه كانت منفتحه 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 شوف سيدي جاي من راس النهج تتخبى وينه لا مفتحه للعالم نحكي فكريا يا جميل طبعا يلا ميرسي ابراهيم هاي ايناس يا فما فوت ترافيك من 5 ل 7 نتاع العشيه مع سامي بن نور رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا جروب اليوم في انس شادلي ابراهيم عفوا و انت اليوم نعرفش علاش عندك مانيش مركز ليه ضد ابراهيم معناه لا كي تخلط ابراهيم كي تخلط ابراهيم عملت له سؤال خاص بالقيروان والا هو عنده ابناز عليك فين تخلط له هو يبدل انت تفهم في هذا يظل هكا يظل هكا استعمل صلاحيته القيروانيه عندنا قسم الحداثة يا سبيا عبسطر عميمو وجميل الشيحي جينا ضيفة معنا في استوديو مدام درة كيفي اللي هي مديرة الفونداسيون أبو عبدالي المرسى مرحبا بك مدام أقرب شوية الميكرو دونك جينا باش تحكينا على الفونداسيون هذه هي الفونداسيون أبو عبدالي المرسى سؤالي الأول شنو هو قدم هنا الفونداسيون فونداسيون أبو عبدالي المرسى هي حلت أبوابها سنة 2016 هي بون بور بلوزيغ بارون ما يعرفوش لي فونداسيون أبو عبدالي المرسى تابعة الفونداسيون أبو عبدالي تونس اوكي يساجي دو ميم إتابليسمون داكوغ الحاجة الوحيدة تتغير هي لي فيزافي أو نيفو دو لا ديريكسيون والبوزيسيون جيوغرافيك باهي معناها أنتوما تقبلوا التلامذة معناها من البريباراتوار حتى للسادسة ابتدائي توت افي من السنوات من سنة تحضيرية اللي هما عمرهم خمسة سنين كيما سنة باغ اكزومبل نقبلوا الصغيرات من مواليد 2016 حتى للسيزيام اني وعام الجاي ان شاء الله يفا يافوار لو كوليج اوكي بحذا المدرسة الابتدائية ولا بحذا المدرسة نفس كيف كيف ميم لوكاليزاسيون نحن موجودين في المرسى في حي جنان الدنيا
ce qui est très important à savoir, elle est fait le Marsa, à part Hani Rotlek, c'est exactement, nous proposons exactement la même chose qu'il m'a fait Tunis. On a la même direction pédagogique, elle est maujouda ana taqriban ana 30 années, elle est touche fout atr moualmin dans les deux établissements. D'ailleurs, pour comparer, Menarachena par exemple, vous prenez le cahier d'un élève fait Tunis, je t'alqa le même contenu, le mahtawa houa bidou an telmid fait le Marsa ou elle a fait Tunis. On touma bien sûr, ma barnemj le muraqab min wizarat at tarbiya. اكيد يعني نحن نخدم كما قلت تحت شرف وزاره التربيه والتعليم tout en accordant une attention يعني soutenue ou approfondie للغات الاجنبيه. اوكي بي انتم موجودين في المرسى دونك سؤالي على الانفراستركتور نتاعكم. باهي الانفراستركتور نحن عندنا دو باتيمون، عندنا ان باتيمون صغير هو نستقبلوا فيه صغيرات من خمسة سنين لو بري سكولير اللي هو متكون من سبع قاعات تدريس، فيه اون سال دو سبور، اون سال دو بروجيكسيون، فيها لي ريفيكتوار وفيها ساحه. ومن بعديك فما لو كران باتيمون اللي هو يستقبل الصغيرات من السنه الاولى للسنه السادسه، فيه 45 قاعه تدريس، فيه ساحه فيها ما يقارب 1200 متر مربع، ان تيران de sport, un gymnase, des salles TBI, des salles de projection, des salles audio, et d'alcool, bien sûr, on est toujours à cheval à les nouvelles technologies. محلولين الناس نجموا يقيدوا لي بارون بيان سور كيفاش لي بروسيس هما لي انسكريبسيون ديجا بداو ديجا بداو لي انسكريبسيون حتى الوقت ايش يدوموا لي انسكريبسيون جينيرالمون نحن نعبيو لي زيفيكتيف نتاعنا نساكو داكور مي جينيرالمون سي فان افريل نبداو كملنا لي انسكريبسيون نتاعنا دونك كيما قلت لك بداو في جانفي البارون اللي يحب يقيد صغيرو في البري سكولير ينجم يجينا سور بلاس والا يدخل على السيت نتاعنا www.fb-6fblamarsa.org يدخل روبريك انسكريبسيون يقيد يعمر لي شون الكل ويجيه ان كوريي في لا بروسيدور كومبليت et puis on a les inscriptions halinaires pour le primaire mais c'est nathania les scènes c'est ça ou est sur concours d'entrée d'ailleurs on a une session femme un concours femme un concours avec les scènes ouais mais c'est nathania les scènes c'est ça donc haline une première session ça je m'en fait le 11 et 12 mars ou femme ma session j'ai tir badrum dan inchallah entre le 16 et 19 mai. OK. Les activités مهمين بالنسبه للصغار. شنو les activités اللي توفروها انتم في الفونداسيون؟ C'est très important les activités. D'ailleurs, نحن في الفونداسيون عندنا un responsable les week-ends pour les activités périscolaires. Bon, tawa contexte Covid, on a été obligé d'annuler de nombreuses activités. À part ça, عندنا un calendrier qui est établi en début de chaque année scolaire, نعملوا فيه tout ce qui est les sorties scolaires. Les voyages d'études في تونس وخارج تونس ونحاولوا في وسط العام نعملوا on propose plusieurs activités ludiques et festives. يعني كيما اخر حاجه عملناها عملنا نهار الجمعه اللي بس تقليدي نعملوا على المولد نعملوا plusieurs activités tout au long de l'année. Donc تلامذة ينجموا يكونوا ايبانوي ما بين القرايه ما بين les activités هذوما. Tout à fait. و les activités bien sûr ماهمش payantes يعني داخلين في لا les activités هذوكم داخلين يعني داخلين في النظام التربوي هذا. Tout à fait. Après les activités كيما قلت لك يعني سي ان كالندري المعلمات هما اللي يجتمعوا اول عام وي يعني يقترحوا بعض لي زاكتيفيتي تكون على طول العام ونحاولوا كل قسم نخرجوهم مينيموم مرتين في العام يعملوا دو سورتي سكولير باران. اي لي سورتي يهموا شنو؟ انهم يكتشفوا يكتشفوا مهن معينه الطبيعه شنو؟ دو تو سا بو يعني تكون مهن طبيعه باش يمشيو للمتاحف باش يمشيو دون دي بارك باش يمشيو لي اسوسياسيون باش يمشيو دار الايتام دار سي بيان معناها تكون حاجه مواتيه البرنامج الدراسي معناها كما نقولوا اللي في سانكيام اني مش كما اللي في دوزيام اني كل جماعه شنو اللي مش هو البروجرام نتاعو فاش يقراه جو نتي با انا في سانكيام سيزيام اني يقراو في التاريخ على حاجه معينه باش يهزوهم المتحف ولا ودرسوا الفنون c'est-à-dire est-ce que vous enseignez l'art pour les enfants alors l'art pour les enfants tout à fait فما on a une enseignante qui est à تعمل tout ce qui est art plastique les élèves de l'art plastique à part ça au collège فما le professeur de théâtre mais le collège n'aime bien نعملوا le théâtre sinon il y a des activités des clubs qui sont proposés les mercredis après-midi فيهم سينما alors فيهم سينما فيهم فما الموسيقى فما les clubs des marionnettes فما le poterie
فما نعملوا زاده بون دي سبور اكتيفيتي تو سكي كاراتيه ايكيدو ايتترا انو التلاميذ يتربيوا على الحصه ذايا معناها الفني فوالا الفني والمواطني معناها كي تقول انت انه يمشيوا لدار ايتام يتعلموا يحسوا بغيرهم يشوفوه ويحسوا به ونهار اخر انه هالقيم هذه الكل تكون موجوده في مجتمعنا. ميرسي بوكو مدام دورا كيفي على المعلومات هذه الكل مديره الفونداسيون بو عبد الله المرسى. ميرسي بوكو شرفتنا يعيشك. نكملوا في راسين كاري. اسئلتنا احنا شنو هي الرياضه اللي باش تحقق رقم قياسي المشاركين التوانسه في الاولمبياد الجاي؟ تعرفوا انه 2020 تاجل 2021 ان شاء الله الامور الصحيه والكوفيد يكون تحسن في اليابان وفي كل بقاع الدنيا باش ينجموا الجماهير والليزاتليت يمشيوا للجوز اولمبيك اهم تظاهره رياضة فردية. رياضيه عالميه رياضه فرديه اي ناتاسيون البارالمبيك في الاولمبيك في الاولمبيك في الاولمبيك في الاحد في اللوت لا اسكريم جيدو هو الاسكريم المبارزه بالسيف ويمشي يكونوا على الاقل سبعه توانسه ضمن العناصر ضمنوا المنتخب التونسي ياسمين دخفوس اميره بن شعبان نادي عزيزي يسرى غرايري من انهم يترشحوا للمره الاولى الى اولمبياد طوكيو 2020 اللي توخرت كما قلنا 2021 ويخلطوا على صديقي انا نحبه برشا واحد من المتميزين في الرياضه ذي فارس فرجاني اللي يضمن كذلك ترشحه للالعاب الاولمبيه. سي ليفي دو لا ميداي دور ودارجون اللي خذيناها برونز وهذا بخلاف ساره بسباس وإيناس بوبكري اللي جابت ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية اللي فاتت وهما يوصلوا هكا لسبعة مترشحين هو رقم قياسي معناه ستة بنات وفارس معاهم بنات بتاعنا يضربوا بالسيف وفارس فرجاني معاهم وينجم الرقم هذا يزيد يكبر ويوصل حتى لتسعة مترشحين كان محمد السمندي وأيوب فرجاني اللي هو أخوه فارس كان يربحوا في دورة قطر ترشيحية اللي باش تلعب في آخر مارس. يظل عطيت أون إيدي لشخص هكا قاعد بجنبي توا قالت لك شي توا يروح المبارزة الفونداسيون يعملوا كلوب تاع مبارزة خاطر يظل عيدي هكا سي بيان. يلا شكرا لكم. ميتيو على أخبار وأخبار الرياضة نرجع لكم بعد شوية في ساعتنا الثانية.